في أول مباراة لنادي شابي كوينسي بعد حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل تشكيلة النادي البرازيلي في 28 نوفمبر، تم تقديم كأس كوبا سود أمريكانا للحارس الناجي جاكسون فولمان في مشهد مؤثر وحساس. تحت أشعة الشمس الحارقة تجمع الآلاف من المشجعين جنوب البرازيل لمتابعة أول مباراة لنادي شابي كوينسي بعد حادث سقوط الطائرة أثناء توجه الفريق لخوض ذهاب الدور النهائي في كأس كوبا سود أمريكانا أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، وقضى في الحادث 71 شخصا بينهم 19 لاعبا، في حين لم ينجو سوى 6 أشخاص منهم 3 لاعبين.